بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة كيندي فور كيدز أند مام. النهاردة هنعمل فطار سهل وسريع وصحي. معانا شوفان ومزايا وثلاث تمرات وكوباية لبن وبذور شيا وعسل نحل. هنشوف بقى هنسوي الشوفان ازاي وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، حطيت هنا كوباية اللبن وحطيت الثلاث تمرات، حطهم على النار ياخدوا غلوة بسيطة وهرجع لكم عشان احط الشوفان. رجعت لكم تاني بعد ما اللبن والتمر خدوا غلوة. بصوا بقى انا بستخدم شوفان سريع التحضير، مبياخدش وقت على النار. نحط بقى 5 معالق كده حلوين. بسم الله. واحد، هرجع بقى احطه على النار واوريكم شكله لما يستوي. عقبال بقى من الشوفان يستوي، معايا هنا مزايا هنهرسها في الطبق ونحط عليها العسل ونقطتين زيت زيتون وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بعد ما هرست المزايا، زيت الزيتون اهو، حطينا كام نقطة كده، العسل الابيض، حبه بذور شيا، معلقه برضو هرجع لكم تاني بقى بعد ما احط الشوفان. رجعت لكم تاني بعد ما الشوفان استوى. بتعرفي بقى انه استوى منين؟ بصي تقل معاكي ازاي. بصي كده الشوفان استوى، نفضيه بقى. بسم الله. نقلب بقى كله مع بعضه كده، وبالهنا والشفا. احلى فطار سهل وسريع وصحي. لو عجبك الفيديو متنسيش تعمليلي لايك وشير وسبسكرايب لو انت اول مرة تشوفيني، وشجعيني بكومنت، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.